القداسة في لغة الكنيسة ليست شأنا بعيدا، القداسة طبيعة الحياة الإنسانية. القداسة غاية الوجود البشري، القداسة ليست لأناس لسنا منهم. القداسة هي استدعاء الروح في كل أمر في دنيانا. لهذا تمتلئ كلمات الرسائل عند بولس الرسول بكلمة قديسين. القديس هي صفة للإنسان المسيحي، وإن كان بعد لا يصورها بالكامل. القداسة إذن هي المطلب المسيحي من كل إنسان مع ذاته. القداسة ليس أن نفر خارج العالم، بل أن نقدس هذا العالم. أن نوجد لسنا منفردين، أن نوجد مع الله في كل تصرفات الحياة، فيقدس الله كل ما في حياتنا.